بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اليوم وفي أول أيام سباق اللجنة الأولمبية السعودية وفي لحظات من اللحظات التي هي ذروة سنام سباق الحقائق في مساء الكؤوس والتتويج، في مساء ينتظره أبناء الخليج، وفي شوط سيضع بصمته في الأذهان ولواء الانتصار تطمح إليه النفوس والآمال، وكل شعار يحمل راية الصبر والعزيمة ليكون الطموح دليلا للهمم العالية التي تمهد الصعوبات إلى القمة. انطلق شوطنا الرئيسي للقعدان الحقائق المفتوح، حيث الشعارات بدأت عن مكنونها تبوح في لحظة من لحظات الحسم، في لحظة من لحظات العزم. انطلقت الشعارات من أجل الكاس، هنا من يبحث على أن يتربع على قمة عملاق الميادين السعودية. أتقدم وأسير مع المركز الأول، سياف يتقدم يا بالنجم، عواد بالنجم بن سالم السليمي العطو يتقدم مع المركز الأول، ابحثوا عن الكاس ولكن وصل لهب، وصل العامري، وصل الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، حمد بن سهيل بن انخيرات الدودة العامري ينطلق في شوط ولحظات صعبة. بن سهيل يتقدم من أجل خطف أقوى أشواط هذا المساء للقعدان المفتوح، يقدم لنا لهب الذي يتقدم مع المركز الأول. لهب من المسار الصعب يصنع له طريقا لمعانقة اللقب، بينما المركز الثاني اقترب هجان مير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمتابعة ماجد بن حلفان المري. الشرس يقدم لنا هجاد وينضم له عكران لنفس الشعار لنفس المالك، يقدم لنا هجاد وعكران في سبيل الانتصارات والأمجاد. المركز الرابع أتابع هنالك الكايد حمد بن سهيل بن الخيرات الدودة العامري الذي بدأ يدعم صدارته من خلال وصول هنا الكايد. والمركز الخامس بدأ يقترب هنالك الصيعري مع مصدع رايد بن سعيد بن قرامز، الصيعري يصل مع مصدع، وهنا الإبداع يتشكل مع الأمتار الأخيرة. الإبداع هنا مع هجاد الذي تسلل إلى المركز الأول الذي تقدم إلى الصدارة، وأيضا بحضور عكران. الله يا سلام، سيطر على الصدارة لهذا الشعار، لشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بالرقم واحد والرقم اثنين في المركز الأول والمركز الثاني. ولكن بدأ الهجوم مع مصدع مع شعارك الصيعري القادم مع المركز الثالث. رابعا الربيعان بدأ مع أدهم يداهم الصدارة يداهم الكاس، عبد الله بن حمد بن علي الربيعان وصل مع المركز الرابع، ولكن هجاد 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 في يوم الأمجاد في يوم التاريخ في يوم الإبداع يظهر هذا الشعار الأخضر والكاس
الكاس يتزين باللون الأخضر، الكاس الثاني سعودية، الكاس الثاني يبقى هنا في المملكة العربية السعودية وبسيطرة هذا الشعار. سلام 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 لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود على هذه السيطرة على المركز الأول والثاني مع هجاد وعكران، وبمتابعة المتألق والشرس المبدع ماجد بن حلفاني المري المركز الثاني. المركز الثاني حضر فيه عكران لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف. المركز الثالث وصل فيه أربعان مع أدهم عبد الله بن حمد بن علي أربعان. المركز الرابع وصل فيه مصدع لرايد بن سعيد بن قرامز الصيعري. والمركز الخامس كان الحضور مع الوسمي لحمد بن صالح بن فارس آل منجم. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا وألف ألف مبروك على هذا الفوز والانتصار والثنائية في كأس القعدان المفتوح هنا مع شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي تربع على القمة مع هجاد والأمجاد دائما تحضر مع هذا الشعار. 4:35 و92 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أيضا بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من قدم لنا عكران هنا كان حاضرا ومتألقا بشعاره. وهنا لحظات الوصول ولحظات الفوز والانتصار والإبداع مع هذا الشعار الذي دائما ما يتواصل في إبداعاته وفي فوزه في الأشواط الذهبية ودائما ما يحضر في اليوم الكبير. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار المستحق. بالفعل كان حاضرا شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. وهنا التوقيت الزمني مع عكران 4:36 33 جزءا من الثانية. المركز الثالث أدهم لعبد الله بن حمد بن علي أربعان 4:36 87 جزءا من الثانية. والمركز الرابع مصدع لرايد بن سعيد الصعري. والمركز الخامس حضر فيه الوسمي لحمد بن صالح بن فارس آل منجم. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا وألف مبروك في شوط كانت الإثارة عنوانه والحماس إلى آخر الأمتار. شوطنا القادم هو شوط الإبكار الحقائق العامة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وبصوت الزميل فيصل بن شاكر الشريف.